السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من لقمه هنيه. تاني يوم رمضان، كل سنه وانتم طيبين. للمره الثانيه مع حضراتكم، امبارح كان اول يوم رمضان طبعا. اكيد كل واحد كان خايف من حاجه حصل. اللي كان خايف ياكل كتير اهو حصل، اللي خايف ما ياكلش كتير اهو حصل، اللي كان ناقصه حبه قهوه ولا حبه نسكافيه اهو دخل اليوم والحمد لله. اللي مش عارف كان بيشرب ايه ومتعود عليه، فالدنيا برضو بتختلف. واللي بتفكر دايما اللي بيخش على المائده ده وياكل كل حاجه طبعا عكسه حصل. فكان امبارح في تجربه كبيره جدا لناس كتير قوي، النهارده نفس الموضوع، وبكره هم 3 ايام. انا بقول لكل الصايمين ولا واحد منكم، اي حد يعني داخل رمضان، هم 3 ايام. هتلاقي نفسك متغير في اكلك، اكلك قليل، اكلك كتير، اكلك مختلف. هي طبيعه البني ادم مننا في تغيير مواعيد نومه، لان احنا كنا اكيد اللي بيصلي الفجر وبينام، وكان الاول بينام الساعه 1 12. المواعيد بتختلف، فالاكل بيختلف، فوزن الدماغ بتختلف. هو ده المقصود. فالنهارده تاني يوم رمضان مع حضراتكم، هنعمل ان شاء الله فطار حلو جدا. انا مش هطلع فاصل، انا هشتغل على طول عشان عندي حاجات مهمه جدا عايز اتكلم فيها مع حضراتكم. عندي كبسه باللحمه الضاني، وعندي البطايه اللي قلبت السوشيال ميديا من امبارح. يعني الاستاذه منى صح اللي اتكلمت امبارح على موضوع البطايه، فوجئت ان الناس كلها بتتكلم على موضوع البطايه ونظافه البطايه، وقعدوا بقى يتكلموا وبتاع. فقلنا نجيب بطايه نعملها النهارده مع حضراتكم بشكل بسيط، ونعمل كمان عصير صوبيا. وعندنا تقرير حلو جدا خارجي في الشارع مع حبايبنا بتوع الصوبيا، هنشوف برضو الصوبيا عامله ازاي. ونخش على طول اختصارا للوقت نشتغل في الكبسه بالفخد الضاني. طيب انا والله كان تعليقي كل النهارده الصبح مع زمايلي ان انا يعني كتير، يعني نقعد نعمل حاجات كتير ليه؟ طب ما هو يعني كفايه حاجه واحده وكفايه طبق واحد ونعمله بطريقه كبيره وبتاع. بس موضوع البطايه يعني لو ما كانش فيه سؤال البطايه امبارح وسالنا عليه ما كناش هنعمل بطايه النهارده للامانه يعني. بس طبعا خلينا نتكلم بكل وضوح لحضراتكم على فكره البطايه وتنظيف البطايه وسلقها. هنعمل كل حاجه قدام حضراتكم ان شاء الله بشكل بسيط جدا وسهل. الفخده الضاني، الفخده الضاني دي على ما اعتقد يعني هي من اجمل الحاجات اللي الناس كلها بتحبها. يعني الضاني عامه الناس كتير جدا بتعشقه وناس كتير جدا بتحبه، ولكن خلينا النهارده نتكلم مع حضراتكم بشكل واضح وشكل بسيط جدا على موضوع الفخده الضاني. انا بحب الحاجه تكون كده محمره كده ما فيهاش دهون. الدهون مش هتكبرني ولا هتزودني، بالعكس الدهون هتاذيني. نعم ده عيني، هم ليه عاملين لي كل الحاجات دي؟ معلش عندنا دي فعلا كلامك صح كتير كتير. طيب انا بحب دايما حته اللحمه تكون قدامي جدا. في حاجات تاكلها ملبسه وملونه وكل حاجه، ولكن نتكلم في الصح والمظبوط، الدهون ما بتفتش، بالعكس دي بتضر وبتاذي والعياذ بالله. خلينا نشوف شكل الفخده عامل ازاي. انا هشتغل بيها النهارده مع حضراتكم بفكره الايه؟ الكبسه. نشيل بس كده، ناخد الحله النار حاميه بس اهم شيء عشان نعلي النار وكده نتكلم. طيب هتعمل فيها ايه؟ اول حاجه طبعا دي كميتها كبيره، يعني كميه الكبسه دي كبيره، فانا هاخد منها جزء والجزء الثاني. بص انا بحب اعمل ايه؟ بحب انشف اللحمه كده واخليها تبقى بمنديل، مش عيب ولا غلط صدقوني والله. كل ده كله في البيت لما نعمله او في الشغل او في اي حاجه لينا بيبقى حاجه مريحه نفسيه، انا من الناس دي. هناخد منها جزء النهارده نشتغل بيه في الكبسه، الجزء الثاني هنشتغل بيه في طاجن باميه ضاني، ولكن مش النهارده، ممكن بكره عشان برده ما نسيبهاش كتير في الفريزر او ندخلها الثلاجه. يعني الفخده دي مش هشتغل بيها كلها النهارده، هاخد منها جزء دلوقتي هعمله كبسه بالرز بزعفران مع الليمون الناشف والقرفه الخشب وكل الحبشتكنات دي كلها، وبعد كده هناخد جزء تاني نشتغل بيه. تعالى كده يا استاذي معايا، بسم الله، واحده واحده نمشي كده بالسكينه ونشوف هنوصل لحد فين في الفخده دي. لكننا كده يعني ايه متقمصين شخصيه جزار ولمده دقايق. كده اهو امشي دايما انا مع الفواصل بتاعه الفخده مش بتاعتك انت. ها كده اهو معانا يا فندم. خدت بال حضرتك كمان احنا فين؟ نعمل كده بس كده نوسع نفسنا نيجي هنا كده ناخد التفصيله دي عشان تبقى باينه قدام حضراتكم.
وروح واخدينها كده شايفين؟ اهي شايفها؟ اهو ادي حتة لحمة حلو الكلام. ونيجي الناحية التانية ناخد الحتة دي كمان. انا بس ايه باخد حاجة اللحمة الضاني على جنب وحاجة الكبسة على جنب، ده كله هيمشي معانا وزي الفل. هنيجي هنا كده ونجيب السطور ده ناخد كده واحدة كده اهو اهو ماشي ماشي كده واضح كده مع حضرتك اهو. ناخد العضمايه دي شايفها اهي بس كده ونروح واخدين دي كده اهو ومتشكرين. خدنا الجزء ده، ده هنمشيه مثلا في الكبسه او في الضاني حسب اللي احنا عايزينه، والباقي ده هنعمل كده بسم الله اهو بسم الله ماشي الكلام. ده بقى ابو عظم ده يمشي في ايه؟ بص النخاع ده بقى شايف الكلام ده يا معلم، نمشيه في الكبسه لو حبينا او حسب اللي احنا ماشيين فيه بمزاجنا، كله في ايدينا اهو كده اهو. ادي حته اللحمه اهو يا فندم، اقطع كده صغير عشان احطها هنا، ويبقى احنا كده اشتغلنا. الكبسه افضلها بالعظم، والموزه تمشي اكتر في الايه؟ في الباميه اهو. مش هرمي العظم، همشي زي ما هو كده اهو كده اهو. طبعا ناخد بالنا شويه واحنا شغالين، السكينه لازم تكون حاميه. مش بقول كده ست البيت تعمل كده، بقول بس ان احنا ممكن نعمل ايه في البيت، مش شرط نكون رايحين هنا. ودي كمان تبقى لحظه حلوه طعمها جميل. نعمل كده ونعمل كمان دي عشان يبقى طبق كبسه حلو النهارده لكل الحبايب، والفطار يكون للكل. ده كده طبق الكبسه، وده كده نقطعها بعدين بقى. بص هنقطعها صغيره قوي دي لما نعملها للباميه كده اهو. ناخدها بقى مكعبات صغيره، شايف حته اللحمه عامله ازاي اهو؟ بلغه الجزارين الماز، لغه الجزارين بيقولوا عليها كده اهي. قطع صغير اهو اهو ماشي يا فندم. مش هشغلكم في تقطيع اللحمه كتير، خلينا نتبل حته اللحمه دي عشان نبدا نخش. بسم الله، حبه ملح وحبه فلفل اسود، ونشوحها في حته زبده كده الاول. يا عم بتهزر، انت مش قلت تعملها كبسه؟ الصبر حلو مش هنخسر حاجه. عندي حله سخنه جدا ماشي الكلام. هبدا هجيب عندي رقم واحد اول حاجه سنه زيت. ليه بقى سنه زيت؟ عشان الزبده ما تتحرقش. ثانيه واحده اتقل تاخد حاجه نظيفه. حبه زيت كده حلوين من بتوع كريستال شفاف يكون قدام عينيا كده. وعندي الزبده بتاعتي بسم الله حلو الكلام. وبسرعه اجيب عندي المعلقه واجيب عندي حته اللحمه بتاعتي. بص الزبده اهي، انت فين يا حماده؟ اوعى تكون روحت. وانزل باللحمه بسم الله. دي يا معلم تتشوح كده الاول الاول كده زي ما حضراتكم شايفين اهو مع نفسها. ليه؟ للكبسه. ده بتاع كيلو لحمه حلو كده مبروك اهو زي الفل. نبدا نجود عليه بايه بقى يا معلم؟ هنجيب له طبعا خضروات وكل حاجه، ولكن خليني نحط الحاجات الحلوه اللي ممكن تديني ريحه في البدايه. فلفل الحصى ده، ورق الغار، حته قرفه خشب، واصبر شويه على بقيه الحاجات دي كلها. قلب حته اللحمه وتعيش مع نفسها، وبعد كده اول ما تحمر كده بص شايف عامله ازاي؟ شايفها؟ هحط لها عندي البوكيه جرنيه بتاعها تتسلق وتعيش حياتها وتديني اللون اللي انا عايزه، والميه عندي بتغلي او ميه سخنه جدا عشان خاطر تبقى معايا الموضوع. بالمره نقفلها ونطلع فاصل، ولا انت رايك ايه؟ نقفلها بالمره نطلع فاصل عشان برده ما بقاش شوحنا وقطعنا وبس وخلاص، لا نعمل حاجه توضح للناس كل حاجه. بص حته اللحمه هنا عامله ازاي؟ اهي شايفها عامله ازاي؟ وهي نيه لسه. نعم؟ تمام اه كده اهو. سيبها تتحمر شويه وتاخد نفسها. فلفل اسود ده وبتشوح كده عالي جدا. حبهان، الحبهان بتاعي ده عالمي. فين الحبهان؟ اهو. نجيب حبتين حبهان كده حلوين الاول في النص، وبعد كده نسيبهم يتهرسوا. اخد ورقهم انزل بيه على وش اللحمه وهو، ويسيبها شويه تاخد وقتها ونسلقها
بعد كده انا عندي طريقتين، الاولى ممكن احط الرز واشوحه. بص كده يا حماده، الاولى ممكن احط الرز واشوحه واحط عليه المرقه. الثانيه بطريقه، الثانيه ممكن احط الخضره بتاعتي واسلق واحط بعد كده الرز كمان شويه لما اللحمه تستوي شويه، وهو ده اللي هعمله. مش هحط الرز دلوقتي خالص، ولا هعير بالرز ولا الكلام ده خالص. انا هسيب اللحمه تتشمع في الزبده وتاخد النار. انا ما بحبش، انا بصراحه كده بالبلدي بخاف من ريحه الضاني، انا شخصيا كعلاء لو شميتها وانا بطبخها ممكن ما اكلهاش خالص، يعني اقفل منها. انا من الناس دي، بس لما بكون شغال في لحمه واعمل كده والله ما اني صايم يعني تعجبني، يبقى احنا شغالين في اللطيف مش مني، يعني هي مش شطاره مني، هي الفكره نبهرها كويس. بس حته لحمه طول ما فيهاش زفاره، طول ما بتشوح على نار حاميه، طول ما بتحط لها بهارات نظيفه، طول ما بتتعمل بشكل بسيط تتاكل. انا من الناس لو ما ظبطتش معايا انا كده، فانا بتكلم بكل صراحه. شايف المنظر عامل ازاي يا استاذي؟ تتشوح حته اللحمه، بعد كده هنبدا نجيب لها عندنا حبه بصل وكرفس وكرات وطماطم وجزر اهو، شايفهم؟ شايفهم؟ بسم الله كده اهو. وعندك انت بقى يا معلم كمان بقيت حاجتك، القرفة الخشب، ورق الغار، والحب هان، والحبشتكنات دي كلها، والليمون الناشف، حاجة الكبسة، ماشي الكلام. وشوف التجويد، لا تجويد زبدة تاني، ونروح جايبين المرقة بسم الله، ومنزلين الكلام ده كله كده اهو بسم الله. انسى، شكرا، ده كده كلام معقول وبسيط جدا، سيبها تاخد وقتها وتتعايش. قد ايه هي وقتها؟ ان شاء الله نارنا حاميه والدنيا لطيفه. وانا حبيت بس اخش في اول الحلقه مع حضراتكم على موضوع الفرن ده، هيتقطع دلوقتي يتحط في كيس او يتحط في الطبق بطبق استريتش كده او ببلاستيك على الرف، وبكره ان شاء الله نعمله طاجن لحمه باميه. بس والله لو في وقت النهارده ممكن نعمله النهارده ونبيته بكره، لان هو الباميه لازم تتاكل بايته. تعال اطلع فاصل، بعد الفاصل نواصل، اتفضل. رمضان الواحد بيفضل عصاير رمضانية أكتر، يعني زي السوبيا والتمر. أنا بعشق السوبيا دي، سوبيا مانجا، سوبيا فراولة، سوبيا كانتالوب، عامة أنواع السوبيا كلها يعني. بحب التمر والسوبيا والعناب والخروب. إحنا مشهورين جدا بالسوبيا بتاعتنا وهنعملها حصر ليكم. أول حاجة إنك تختار لبن كويس، لبن بودرة كويس، يكون منزوع الدسم، يكون نسبة البروتين فيه عالية. تاني حاجه بتحط كريم شانتيه، برضو تكون اهم حاجه في الحاجات الطبيعيه ان انت تكون الاصل بتاعها كويس، السورس بتاعها تكون انت ضامنه كويس. تاني حاجه بتجيب فانيليا، بتجيب جوز هند، بتجيب جوز هند مطحون مع السكر، سكر البودره اللي انت بتضربه. لو انت عايز تعمل مثلا شفشق خلاط، يعني بياخد مثلا اربع افراد من العيله، وبناخد الكريم شانتيه ونحط منه ثلاث معالق. ده جوز هند، عباره عن جوز هند مضروب، جوز هند طبيعي مضروب مع السكر البودر. ده بيساعد ان القوام ما يفصلش ويديك طعم الجوز الهند الطبيعي. بنحط منه نص معلقه ونص معلقه. الفانيليا احنا بنحط منها سنه صغيره جدا، سنه صغيره كده على الفانيليا. ودي روح جوز الهند اللي هي الفليفر بتاع جوز الهند. بتقلبهم كويس، بتلاقي قوامهم كده، شكلهم كده ابيض خالص. اما تيجي تضربهم بتطلع معاك السوبيا بيضه خالص زي دي، ما بتفصلش معاك. تضربهم بتلج، وطبعا يفضل انت تضربهم بلبن، بس يكون لبن مبستر، ما يكونش لبن طبيعي، غير لو انت غليته الاول. لازم تغليه وتسيبه يبرد، تضربه مع لبن وتضرب معاه تلج. بحب السوبيا، بحب التمر هندي، البلح، بلح باللبن. بالنسبه لرمضان بقى احب الشيف علاء يعمل لي حاجه جديده، مثلا سوبيا بالايس كريم مثلا، او عصير طبيعيه بقى اكتر، او سوبيا بالايس كريم بالذات. احب الشيف علاء يعمل لي قمر الدين وسوبيا.
اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب زي ما حضراتكم شفتوا من شويه كده قبل الفاصل طلعنا عملنا الفخده وقطعنا وجفينا وسلقنا الجزء الثاني هنسيبه للباميه الضاني بكره. طلعنا التقرير شفنا الحاج عصام فرغلي وهو بيعمل السوبيا. السوبيا دي انا من عشاقها، هعملها لكم النهارده بطريقه حلوه جدا بس ممكن تكون مختلفه عني شويه. انا بحب اعمل الحاجه بطريقتي ولكن بحب اجيب الطريقه دي واجيب الطريقه دي، هي بتاعته حلوه جدا احلى من بتاعتي ولكن انا بحبها غنيه البيت شويه. هنشوفها مع حضراتكم وده موجود وده موجود. انا بس الفرق ما بينه وما بينه بحط حبه كريمه لباني بس، هو الفكره كلها في كده مش اكتر ولا اقل. الفخده شغاله زي ما حضراتكم شايفين اهو، اهو عايشه حياتها ريحتها ما شاء الله. هو ده المطلوب، ان انا ممكن مش ممكن ده انا لازم اخد منها حبه مرقه استغلهم في اي حاجه، مش ممكن يعني لازم. ولما احطها تتسلق اروح جايب الباب كده، ده باب بالنسبه لي وارد بوك كده، البخار يطلع من هنا. البخار ده لما بيكون في حاجه ليها علاقه بالعظم بيبدا يغلي فيطلع بخار، البخار ده بيبدا يعمل لي حاجه اسمها ريم. الريم ده احنا كنا ما بنحبوش، فبس بحب دايما اكون واضح مع حضراتكم في كل الاحوال. طيب تعال نتكلم في البطايه. ايه موضوع البطايه بقى؟ البطايه دي عامله مشاكل من امبارح، هو ده اللي خلينا نعملها النهارده مخصوص عشان اختنا وصديقتنا امبارح كانت بتتكلم على موضوع البط وعلى موضوع تنظيف البط وعلى موضوع سلقه ازاي ونعملها ازاي. انا هعملها بطريقه حلوه جدا، هتكلم الاول على نظافتها وبعد كده هنبقى واضحين في السلقه الاولى والسلقه الثانيه عشان برضو نبقى عارفين بنعمل ايه. الحله دي شغاله فيها حبه زيت هنشتغل فيهم في الفريق، خليها بعدين بس الاول نخش في البطايه. منى انا فاكر اسمها طبعا، ايوه بس بيقولوا لي اسمها منى فعشان انا عارف اسمها منى. طيب البطايه برضو الحسوكه برضو مطلوبه. احنا قلنا من شويه مع حضراتكم دايما لما الواحد يحب يقعد ينضف في الحاجه كتير مش مشكله، وهوريكم بعد ما غسلت البطايه دي مثلا بقى لنا ساعه برضو هوريكم بعمل ايه. برشفها برضو كده اهو، بص ده كله ميه، انا مش عايز الميه دي، انا اشفها كده كويس اهو، فاهم يا اهو كده اهو. جالي مكالمه من حوالي اربع شهور كده خمس شهور من استاذتنا وصديقتنا والاستاذه الاعلاميه الكبيره الاستاذه نجوى ابراهيم، كان بسبب البط ده. انا فاكر المكالمه دي كويس قوي. المكالمه دي كانت بتقول لي فيها ان هي بتعمل البط بطريقه عالميه ولكن بطريقه غريبه جدا. بتقول لك وانا للاستاذه نجوى ابراهيم لو سمعانا دلوقتي صباح الفل على حضرتك يا ماما نجوى وكل سنه طيبه. كانت بتقول لي ايه بقى على الهوا؟ انا البطايه انا بغسلها بتشاهد عليها، بقعد اتشاهد بيها كده واقعد اغسلها بالشامبو بتاع كل واحد ليه طريقه. انا بس بقول لكم الناس بتفكر ازاي وده كلام كله صح. بص كده البطايه من جوه عامله ازاي، اتفضل شايفها؟ شايف؟ تعالى يا حماده ما تتكسفش اهو اهو، شايفها يا ساره؟ تمام، حاجه كده تكون واضحه. طيب احنا كده البطايه زي ما حضراتكم شايفينها هي زي الفل وتمام التمام. عملت فيها ايه عشان توصل لكده؟ البطايه دي اكيد بيبقى فيها ريش، والريش ده بيبقى الراجل بتاع الفراخ لازم يكون عنده شويه يعني سنه كده شويه يقرص عليها شويه. بينضفها كويس، بنلاقي فيها لما بنروح بعد كده بنرجع بنقعد بننضفها بايدينا، بنجيب فرشه بنعمل العكس. ادي كده البطايه لو احنا عملنا كده بتلاقيها كويس. بص يا حماده ده الاتجاه الطبيعي اللي البطايه عليه، بنجيب المكن الفرشه وبنعمل بيها العكس ده كده. العكس ده بيخلي الريش ده بيطلع بطريقه نظيفه. بعد كده بنجيب خل وبنغسلها وبنجيب ليمونه وبنغسلها وبنجيب حبه دقيق وننضفها من جوه، ده طبيعي جدا وزي الفل. بعد الكلام ده كله هي المهم اللي هعمله دلوقتي هي السلقه الاولى وبعد كده السلقه الثانيه. السلقه الاولى دي بتعملها ازاي؟ بنجيب رقم واحد حله فيها ميه بتغلي وبنجيب بصلايه كبيره، ماشي الكلام؟ بصلايه كبيره اهي يا استاذي تعالى، وفصين توم ونعمل كده الفصين التوم دول نجرشهم ببطن ايدينا كده اهو تمام، عايز ريحه حلوه اهو، وان دول هيترموا في الاخر بس معلش ربنا سامحنا بس الحاجه تتعمل مظبوطه. واحطها عندي في حله كبيره كده اهو، واجيب عندي فلفل الحصى اللي اتكلمنا عليه امبارح كده، ماشي الكلام يا استاذي؟ وعايز احط ورق ادغار وماله، دي كلها الغسلة الاولى كده تمام كده تمام. بجيب عندي البطايه عايز اتبلها انا بحاجه، خليها تتبلها المره الجايه اهو زي ما هي كده اهو بسم الله، واروح عامل كده كده اهو ونسقطها في الميه اللي بتغلي دي اهو كده
وسيبها خمسه. بص الميه دخلت بقى جوه والدنيا خلاص بقى هتبدا بقى ايه تتسلق. قال يعني خمس دقائق كده ولا 10 دقائق هنشيلها وهنرفعها وهنبدا نخش في ايه في سلقها بقى النظيف. خلينا كده وارم الباب عليها خمسه وخمسه نقلبها ويبقى الموضوع معانا زي الفل وتمام التمام. عقبال ما تتغلي الغلوه الاولى ونرمي ميتها هنخش على الفريك. الفريك اللي هنعمله ليها هنعمل فريك تحتيها مش شرط يكون محشيه بس يعني ايه نقدمه معاها فريك. هنجيب الاول حبه زيت لطاف بسيط كده ماشي الكلام. وهنبدا نجيب عندنا معلقه عفوا بصلايه مبشوره وطبطمايه مبشوره دول اساس الفريك معايا شايفهم؟ مع كمان لو حبيت زبده وماله ما حبيتش انا راضي وزي الفل والحمد لله. هجيب عندي صلصه الطماطم. في ناس تحب الفريك من غير صلصه في ناس تحب من غير صلصه يعني ده تمشي ده تمشي براحتنا. عايزين نعمل كده نعمل مش عايزين برضو براحتنا. طيب هنعمل ايه تاني؟ كنت رايح اجيب ايه تاني والله انا نسيت. توم ايوه توم عايز معلقه توم حلوه كبيره كده تمام. هنجيب عندنا كده معلقه توم حلوه كبيره بسم الله. الاول تتشوح على السريع مكعب زبده يعلي التست معايا حلو كده. انزل عندي بصلية كبيره تنتشر على طول بميتها طماطمايه حلوه مبشوره بميتها تشوحها تشويحه حلوه اهو. الزبده مع الزيت بتديني تست عالي جدا. الزيت طبعا حلو وجميل وزي الفل انا ما عنديش مشاكل خالص ولكن دي حاجه دسمه شويه بدل ما نديها سنه بنديها زبده بس يعني بديل يعني. ممكن طبعا مش شايف كريستال بس مش اكتر من كده. بيتشوحوا مع بعض. فص التوم مش كافي ريحته عاليه بس ممكن تكون احلى سنه كمان. حلو الكلام لحد كده احنا واضحين في الفريك بطريقته وبطريقه سهله جدا. الناحيه الثانيه دي بامن نفسي للمرقه الثانيه عشان خاطر هبدا هاخد منها اشرب الفريك واسيبه يتعايش وهنخش في الغلوه الثانيه اقل من دقيقه ان شاء الله لفكره البطايه. ده كده بدات تدبر زي ما حضراتكم شايفين اهو. شايف البصلايه والطماطمايه وفص الطوب عامل ازاي؟ شايفها؟ تمام حلو الكلام. اجيب عندي الفريك. طبعا الفريك ده مغسول منقوع بقاله 20,000 سنه عادي جدا ولا نزهق. لازم الحاجه تاخد وقتها وتبقى متبله كويس وبعد كده بننزل عليها بالفريك. الفريك زي ما اتفقنا بنجيبه الاول كيس الفريك بنبدا نغسله غسله واثنين ننقعه لمده ساعه ولا اثنين عشان خاطر برده يبدا يكون واخد حقه في البواشان عايزه يبوش شويه ومنها ينضف ومنها يبوش. بعد كده ببدا اصفيه واشتغل بيه على البصلايه والطماطمايه مع فص الثوم مع الزبده مع الزيت في النار الحاميه وابدا بعد كده اسيبه شويه كده مع نفسه وابدا اشتغل عليه في المرقه واحده واحده. صلصه الطماطم زي ما قلنا اختياري ما هواش اجباري. اديني بقى محمد احسن من الطماطم والحاجات دي. يا محمد صباح الفل يا ماما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا ماما وبخير يا رب دايما. يا اهلا بيكي. اهلا بيك يا فندم. انا بس عايز إيه؟ اقول لك ان انت احلى شيف شفت على قناه النهار. يا اما ربنا يخليكي ويديك الصحه الله يكبر بخاطرك. والله يا ربنا انت احلى ناس في الفيوم يا اما ربنا يخليكي. ماشي انا لسه بقى هتقول لي على طريقه الحواوشي. الحواوشي تأمريني يروح لحد عندك والله. يا رب يجازيك والله يجي لحد عندك يا حاجه. يا رب يجازيك. طب قولي لي بتحب الحواوشي بالجبلي ولا بالضاني؟ لا احنا بنعمله عادي باللحمه العاديه البقري عادي او الضاني. اه حاضر ماشي مشطشط شويه. ها اطلب من حضرتك طلب بس. تأمريني امر يا ماما. معلش انا علي اخ والله علي 6000 جنيه وهو يتيم ابوه ميتين وهيترفع عليه الشيك خلال الاسبوع ده والناس اتلموا في الشارع وقالوا له يا طب عطل الراجل مهنه خلال الاسبوع ده. بالله عليك يا شيخ اي حد سامعني دلوقتي عيل يتيم والله ابوه ميتين لسه متجوز بقاله دلوقتي شهر والله يعني مش عارفه. ربنا يا رب يفك كربه يا رب يفك كربه مكان. ممكن تسيبي رقمك مع زمايلي في الكنترول يا حاجه واحنا نوصله للغارمين والغارمات ولو هو عنده ما يثبت بالدين. بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك. ما يثبت بالدين هم الناس هيسددوه على طول ان شاء الله. 6000 مش رقم ولكن بس محتاجين ان في حاجه تثبت ان في الرقم ده عليه. ده المقصود من كلامي يعني. ان شاء الله خير يا حاجه. واقول لك برضه الحقوش تمام. هنا شوحت خلاص الفريك زي ما حضراتكم شايفين اهو. هبدا ابحره. هجيب عندي معلقه صغيره وابدا احط عندي حبه ملح بسم الله. يا ام دعاء بلدياتي صباح الفل يا ام دعاء.
صباح الفل عليكي. ازي حضرتك؟ اهلا بحب اهل الشرقيه يا ماما. كل سنه وانت طيب وحضرتك طيبه وبخير وبسعاده، وكل قرايبنا وحبايبنا في كل المحافظات بسعاده دايما يا رب. اهلا بيك يا ام دعاء، اموريني امر. نعم يا فندم. انت منور الدنيا ومنعزك قوي. الله يبارك لك يا ست الكل، ربنا يعزك. الله يخليك، ربنا يسترها معاك كل سنه وانت طيب حضرتك. الله يبارك لك يا ماما وانت طيبه، ودعاء بنتك طيبه، وابو دعاء طيب، وكلكم بخير يا رب. ربنا يسترها معاك يا رب يا استاذ علاء يا رب. موريني امر يا امي. الامر ربنا. ممكن بس معلش عندي سؤالين. اتفضلي. طريقه المكرونه البشاميل معلش. حاضر. وعندي بقى سؤال تاني معلش، خاطر والدتي. تحت امر. والدتها عندها 65 سنة ومريضة، نفسها تطلع عمرة، نفسها. ربنا يا رب يشفيها يا رب ويكرمها بزيارة الرسول. لا عليك يا أستاذة علاء، لو تقدر بالله عليك. والله لو أقدر لطلع كل أمهات مصر عمرة، أنا بحب الحاجات دي قوي. بس حاضر، خليها على الله وسيبي رقم التليفون حضرتك في الكنترول مع زمايلنا واسم مامتك وأمرها. حاضر. حاضر. هنقول لك حاضر على طريقة البشاميل وعلى طريقة كل حاجة أنت حباها. حاضر، عينيا الاثنين. طيب. العمرة والحاجات اللي بتطلب مني دي، والله العظيم انا على عيني باخر او بقول طب سيبوا رقم تليفوناتكم لحد ما حد يبدا يتبرع او حد يبدا يعمل. انا كنت مبهور جدا والحمد لله وبشكر حضراتكم. طبعا في شهر مارس احنا طلعنا حوالي 12 ام من حضراتكم، ما حدش ليه فضل علينا ولا عليكم غير انتوا اللي متصلين فبتقولوا احنا اتبرعت لفلانه، انا اتبرعت لعلانه، ده حاجه من عندكم. انا قلت لكم قبل كده ان ما حدش بيدينا حاجه، يعني محدش بيقول لحضراتكم العمره دي جايه من الحته الفلانيه او من الشركه الفلانيه او من الراجل الفلاني، ما حصلش. اللي حصل من حضراتكم انتوا المتصلين، انتوا اللي بتطلبوا وانتوا اللي بتدفعوا لبعضيكم، فده حصل. فاتمنى ان شاء الله في شهر رمضان لو حصل كده انا اكيد اكون يعني فرحان جدا، وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله باذن الرحمن ربنا يكرم امهاتنا، يعني ان شاء الله حاجات كتير ربنا يكرمنا بيها. هجيب بس عندي حبه ميه مرقه اشرب بيها واطلعك فصل على طول. هنا خلاص غلوه البطايه، هنبدا دلوقتي نشوفها بس يا استاذي. بسم الله. ادي الميه المرقه عفوا للفريك عشان يتشرب وانساه كده اهو. خد بهارات، خد ملح، خد فلفل اسود، خد كزبره ناشفه، خد كمون، وانا بتكلم مع صديقتنا وسبناه ياخد وقت. انت عايز تطلع فاصل؟ انا عارف، اطلع فاصل وبعد الفاصل نشوف البطاية. حاضر، اتفضل اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. تعالى كده بص بص يا استاذ بعد اذنك، شوف كده الكبسه وصلت لحد فين. حطينا حبه الرز على المرقه وعلى اللحمه اللي كنا حطينا مشوحينها مع حضراتكم، وكمان حطينا كل حاجه ليها علاقه بالبهارات اللي احنا شفناها برده مع حضراتكم، مش الليمون الناشف والقرفه الخشب، وكان ورق الغار والحبهان والقرنفل والفلفل الحصى، حبه زعفران هم اللي مدين اللون الاحمر ده الاصفر ده، ونسيبينها تاخد مع نفسها وتعيش حياتها. ومن شويه كنا شغالين برده مع حضراتكم في الفريك، سايبينه برده يتعايش اهو. ده هيتحط تحت الارضيه، عندي حبه صغيرين احشي بيهم براحتي. هنا بص كده يا فندم، تعالى. هي دي البطايه اللي احنا بنخاف منها، هي دي المشكله اللي احنا بنقابلها، هي دي فكره الريم او المرقه اللي مش حلوه اللي حضراتكم بتقلقوا منها. لحد كده احنا واصلين للنقطه اللي احنا متفقين عليها، نقطه اي حاجه ليها علاقه بالعظم بتغطى عليها ما بتتغذيش كويس، بيبقى فيها مشاكل، فاحنا بنتلاشاها بفكره بسيطه جدا، فكره النص غلوه الاولى وبنرمي متشكرين. الموضوع ابسط مما يكون، الموضوع سهل جدا وبسيط اهو. ادي البطايه خدت السلقه بتاعتها، نص سلقه مش اكتر ولا اقل، هاخدها كده واروح مطلعها. المرقه زي ما احنا عارفين مش حلوه او مش عايزينها، نعمل كده يا استاذي. تعالى لي على القطاعه من جديد ومن اول نبدا نشتغل. طبعا دي خلاص متشكرين عليكي، شايفها شكلها زي مش حلوه، تمام. نرمي ونرجعها ورا ونبدا نعمل مرقه جديده ومش هنخسر حاجه. حبيت بس نوضح مع حضراتكم كل حاجه بكل وضوح. هنجيب الحله دي بس على النار حاميه برضو الناحيه الثانيه اهي، من اول وجديد. على الاقل كمان هنسويها بسرعه بسيطه جدا اهي. ميه نظيفه
حلو الكلام. هنجيب عندنا بص كده حمرة، تعالى بعد اذنك، ادي البصلايه من جديد اهي، وادي الجزر، وادي الكرفس، وادي الطماطم، وادي الثوم، الكرات، وكل حاجه. هنحط لك كمان حبه اعشاب زي الروزماري عشان يديه نفس كويس. عايز اديها حبه بهارات وماله، عايز اديها ورق غار اهو موجود، قرفايه ماشي، حبه بهارات على حبهان، ده كله قشطه، فلفل حصى اهو موجود، وخلاص كده. دي السلق، دي السلق بتاعتنا عاديه جدا. حلو الكلام. هنا عندي البطايه زي ما حضراتكم شايفين، ما فيهاش اي مشكله خالص، انا كده تمام. هديها شطفه حلوه بميه ساقعه عادي يعني، بميه عاديه يعني، عشان برضه نشيل اي حاجه ممكن تكون قلقانين منها زي دي، ما فيهاش اي حاجه. تمام. اهو من الحنفيه على طول، شايفها يا استاذ حماده؟ بسيطه جدا اهو، بص اللي بينزل منها حتى كمان اهو. هوريك كل حاجه احنا بنقلق منها، ونحشي البطايه بالميه كده يعني، تخش جواها كده، شايفها يا حماده؟ اهو تمام. نقفل الميه، بص الميه عامله ازاي، شايفها الميه هنا؟ بصفي البطايه، شايف الميه عامله ازاي؟ نرميها خالص، متشكرين مش عايزينها، نرجع تاني نشتغل على النظيف. بس هي القصه كلها في كده. خلاص انت كده عملتي احلى بطايه في الدنيا، وعملتي حاجه غير طبيعيه بنظافه بشكل بسيط، ما فيهاش اي مشاكل خالص. ادي موضوع البطايه اللي قلبه الراي العام على الفيسبوك من امبارح، ما فيهاش كلام يعني. نبدا دلوقتي نعملها ايه بقى؟ نحشيها براحتنا ونسلقها تاني وتمام التمام. بالنسبه صحيح موضوع الفيسبوك ده، ناس كتير عماله تضرب لي في صفح، بشكركم والله بشكركم، بس مش صفحتي. احنا زي ما اتفقنا عندنا الصفحتين، الصفحه بتاعتي الشخصيه اللي هي هتلاقيها مكتوب عليها علاء الشربيني بالعربي وعلاء الشربيني بالانجليزي، هي واحده دي، والثانيه اللي موجوده هتلاقيها مكتوبه قدام حضراتكم لقمه هنيه برده بتاعت البرنامج بتاعتي برده اللي موجوده على الشاشه. يبقى عندنا صفحتين، واحده علاء الشربيني بالعربي والانجليزي هتلاقي صورتي انا شكلي باين عليا وهو كل حاجه، والثانيه لقمه هنيه بتاعت البرنامج. دول الصفحتين بتوعنا ولا اكتر ولا اقل. في حاجه ثانيه اسوي؟ محدش يضرب لنا صفحه تاني ولا كتب، عشان بس موضوع الكتب اللي بيتباع في الاشارات ده مش تمام. ايوه علاء الشربيني بالعربي والانجليزي دي صفحتي، والادمن عندنا هو قاعد قدام عينيا على لقمه هنيه بينزل الفيديوهات كل يوم لحضراتكم، والصور بتاعت البرنامج كل حاجه بتلاقوها دي موجوده. اما موضوع الكتاب اللي في الاشاره اللي الناس بتتكلم عنه دوت، ما يخص مش تبعي والله، ما تبع لينا، ما عنديش كتب. ويعني بنشكر الناس بس ما تبقاش ضاربين للدرجات دي يعني، تاخدني بقى اضربني انا شخصيا كده، عامل لي كتاب وعامل لي صفح وحاجات بتتكلم باسمي، حاجات طبعا بتبقى لطيفه وحاجات مش حلوه، لان هي طبعا ممكن تاذيني انا شخصيا، ان ممكن تقول كلام على لساني انا ما قلتوش، ودي حاجه انا ما استلطفهاش يعني وخلاص. يا حسام صباح الفل. ايوه يا استاذ علاء، ازيك؟ يا اهلا بيك يا حسام، اخبار حضرتك؟ ازي حضرتك انت، اخبارك ايه؟ تمام والله، كل سنه وانت طيب. ما حصلليش الشرف ان اكلم حضرتك امبارح عشان اقول لك كل سنه وحضرتك يا حبيبي وانت طيب، واحنا اسفين ما دخلناكش، انا اسف والله معلش. ربنا يخليك. اخبار حضرتك عامل ايه يا حبيبي؟ طمنا عليك. انا اللي اتاسف لحضرتك يا حبيبي. لا ده انت مكانك في اي وقت تتكلم يا حسام. ربنا يخلي حضرتك يا رب. الله يخليك يا حبيبي. ورمضان كريم عليك. الله اكرم عليك وعلى كل الاسره الكريمه، ودايما في حال كويس، وربنا يا رب يكرمك دايما يا حبيبي. انتوا ناس محترمين اهل الغربيه، ربنا يخلي حضرتك. عندي سؤال. وانت بالاخص يا حسام من صديق البرنامج من سنين، انا عارفك وفاكرك. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يعزك. عندي سؤالين. نعم، عندي سؤالين. اتفضل. ربنا يخلي حضرتك. اول حاجه استوبيا، بس تكون بطريقه كويسه، واكيد حضرتك هتعملها بطريقه بروفيشنال يعني. هعملها استوبيا دلوقتي حلوه جدا ان شاء الله، حالا بعد ما اخلص اللي في ايدي ان شاء الله. وبرده عصام فرغلي واشرف فرغلي اللي كانوا معانا في التقرير من شويه، دول عالميين برده يعني. معلش انا عايزها على طريقه حضرتك. حاضر حاضر على راسي كل دول، بس على طريقه حضرتك. عينيا الاثنين، عينيا الاثنين. وطريقه الفراخ بالصويا صوص اللي هي فندم، طريقه الفراخ بالصويا صوص والعسل والبرتقال كمان عشان تكمل بقى، الصويا صوص والعسل وتبقى محشيه برتقال، قشر البرتقال، صح كده؟ صح كده. امورني يا باشا، تحت امرك. حاضر، ربنا يخلي حضرتك. هقول لك على طريقتها يا حسام، بشكرك جدا، شكرا جزيلا للاستاذ حسام من الغربيه. طيب انا بتكلم مع حسام، قمت جايب بصلايه بحبه كرفس بحبه بهارات ومتبلهم عشان اتبل البطايه دي كده تتبيله حلوه قبل ما احشي. شوف بعمل ايه، وممكن لو كان من الاول كنت ممكن احطها من الجلد، بس احنا خلاص شمطناها شمطه حلوه. شايف انا بعمل ايه؟ خدت بالك؟ بصلايه اهي، شايفها بصلايه بحبه جوزه الطيب، حبه بهارات، فلفل اسود، وتمام التمام. حلو الكلام، حشينا وزي الفل. نجيب عندنا حبه فريك، لو حابين نحشيها بالفريك
اهو كده اهو، ما بنحشيش كتير عشان خاطر يعني نبقى الامور واضحه، وبندقها شويه كده جميل، وبنيجي كده اهو تمام نجيب عندي. بس لو حبينا دوباره جميل وخلاص خلصانه، تسيبها تتسلق تاني وتعيش حياتها. وبعد كده اتقل عليا اهو، اتقل عليا. سايبني فين يعني؟ ما بتصورنيش يعني قصدك ولا ايه؟ لا انا هاخد البريد كل حاجه، بس انا بقول لك اتقل عليا ثانيه واحده بس عشان ايوه بس كده يا حبيب قلبي. تمام جدا اهو، بس كده اخر واحده نشبكها كده شبكه لطيفه وتشكرين. دي حل لحضرتك لو انت ما عرفتيش تعملي اللضمه بتاعت البط اللي احنا عارفينها كلها. اه تمام جدا كده ومتشكرين كده. البطايه بقت محشيه وزي الفل، اخدها كده وانزل بيها بسم الله في المرقه دي وتتعايش ومتشكرين. خلصنا من البطايه، بس خلاص خلصت، نشيل بقى الزفاره دي كلها عشان نشتغل على نظيف. بقيت الفريك ده هحطه على اللي عندي عشان نفرشه ان شاء الله في اخر حلقه مع حضراتكم في تحت البطايه. ست عزه صباح الفل. صباح الفل، اهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب وحضرتك بخير دايما وسعاده. عليك الايام بخير يا رب. الله يبارك لك يا ماما. الله يخليك. طمني حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله رضا دايما يا رب. تستاهل الحمل يا ماما، تستاهل الحمل يا ماما، ربنا يخليكي. صراحه اكلك في منتهى الجمال. على راسي يا امي، ربنا يخليكي ويديكي الصحه. اكلك في منتهى الجمال ما شاء الله، ربنا يخليكي، ده من فضل ربنا وفضلكم يا ماما. الله يخليك، الله يخليك، اموريني امر. الامر لله. دلوقتي انا عندي وراك رومي، عندك ايه عايز اعملها على الفطار؟ انا اسف مش سامع حضرتك والله. عندي وراك رومي حلو بالهنا والشفاء، اللهم صل على النبي. الله يخليك. ايوه فطلعتها وعايز اعملها على الفطار. حلو، انت نفسك تاكليها في ايه بقى؟ او زوج حضرتك نفسه ياكلها ازاي؟ احنا شوف انت، انا عايزه طريقه حلوه منك انت. طيب تحبي نعملها؟ انت شفت امبارح حلقه امبارح اديكوا الرومي؟ لا امبارح لا. طيب في الاخر ماشي، عشان انا قلت انا عارف ان انتوا تشوفوا الحلقه امبارح كويس، لان موعدنا في رمضان. عارف اول يوم؟ لا وكمان رمضان بقت موعدنا الساعه 1 مش 1:30. ما انا عارفه، ما انا سمعت الكلمه دي امبارح منك. فممكن تكون حضرتك ما شفتيش عشان كده، انا عارف. مشغولين. طيب هقول لحضرتك طريقه حلوه جدا. اتفضل. طريقه الروستو. تعمليها في الحله قدامك، مش شرط تدخليها الفرن. ايه رايك في الطريقه دي؟ ماشي. وتاخدي منها حبه مرقه تعملي بيهم حبه رز من الخلطه زي الفل. ايوه حلو الكلام ده. ماشي. وتوفري على نفسك كل الوقت بقى اللي يكون فيه بقى دوشه الفرن وتعملي مش عارف طبخه ايه جنبها والحاجات دي كلها. حاضر. خلاص. حاجه ثانيه؟ لا شكرا، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جدا ليك، بشكرك يا ماما. حاضر. بصي بقى، نعم لا تعالى بقى اقف مطرحي واطلع انت فاصل، وتعالى اقف مطرحي وجاوب على الناس، وتعالى اقف مطرحي واطبخ. لا مش ازاي يعني؟ ايوه بعد ما اخلص قال لك تجاوب انت على الناس واطلع انا فاصل. يا سلام عليك. طيب نجاوب على السؤال ونطلع فاصل. ماشي يا باشا؟ تمام. نفضل عندنا بس السوبيا ونغرف الاكل، بس حط في دماغك ان انا هرجع يبقى عندي السوبيا هتتضرب على طول في الخلاط والاكل هيبدا يتغرب بقى والحاجات في الفرن والحاجات دي كلها. طيب بص يا ست الكل، حضرتك هتجيب الوراك الديك الروم اللي عندك، غسله حلوه تمام التمام وزي الفل. هتجيب حله كبيره زي دي، حط حبه زيت يسخنوا كويس، حبه فلفل اسود وملح على وش الورك الديك الرومي، معلقه صوص الطماطم وقلبيها كويس، حبه بهارات لو حبه، السعيها وش وظهر، سيبها في نفس الحله. هاتي عندك جزر وطماطم وبصل وكرات وكرفس، نفس اللي بنقوله كل مره اللي هو بوكي جرنيه او تشكيله الخضروات اللي هي دايما بنحطها مع حضراتكم في اي حاجه ليها علاقه بالريحه الحلوه بالطعم اللي بيديني نفس كويس. البصل بصلايه كبيره، طماطميه كبيره، راس توم، جزرايه مقشره طبعا، كرات، كل الحاجات دي كلها حضرتك تبدا احط كل الحاجات دي كله عليها. وهاتي حبه عصير طماطم ورجلهم في البطرمان عادي بتاعهم وتدلقيها عليهم، وميه سخنه تنزل تغطي الديك الرومي او صدر الديك الرومي او الورك اللي عندك، وحط حبه البهارات بتاعتك وزي الفل وتمام التمام، وسيبيها قدامك قدام عينيك تستوي وانت قاعده في الحله كده وهي قاعده في الحله مع نفسها.
بس، وده بيبقى موضوع بسيط جدا ما فيهوش صعوبه. بعد ما تسترق وتتشوح وتاخد كل الريحه دي كلها، هتصفي المرقه وتسيب الاوراق الديك الرومي دي تتبهر مع تتهوى مع نفسها. تاخد المرقه تصفيها في المصفى وتعيري كوبايه رز بسمتي قدامها كوبايتين من المرقه اللي طلعت من الديك الرومي بس، ومتشكرين. حبه زبيب زي دول، حبه لوز، حبه بصل محمر زي بتاع الكشري، جربيه. انتوا شرقوا زي حالاتي، والشرقوا دول مزاجهم عالي قوي في الاكل وفي المزاج. فالبصلايه المحمره دي بس مش في الكشري، حبه الزبيب في البيت دول لما ننقعهم في حبه ميه ونرشهم كده مع حبه لوز محمصين بالزيت مش في الفرن، الموضوع يختلف. اطلع فاصل، اللهم اني صايم، اطلع فاصل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل شغالين في البطايه، شايف يا حماده؟ شايف البطايه عامله ازاي؟ موضوع بسيط جدا، بنوارب الباب زي ما احنا متفقين كده. خلي المرقه قدامك عماله تعيش حياتها، وبعد كده هنبدا نصفيها، نديها فرشه زيت بصلصه طماطم وندخلها الفرن ان شاء الله. طيب وبنطلعها على الفريك، تيجي نطلعها بنعمل البتاع دوت ولا ايه رايك؟ نطلعها ما دام هي خلصانه. تمام، ادي الفريك اللي احنا شوحناه مع حضراتكم. تمام، ماشي الكلام. وحاجه الصوبيا بقى ايه، خليها على جنب كده، هنعملها دلوقتي ان شاء الله مع حضراتكم على اخر حاجه. انت عندك فرصه تانية ولا خلاص كده؟ يا خالد عندك فصل تاني ولا انت خلاص؟ يعني معايا قد ايه عشان ما تقعدش تقول لي اتاخرت هنا و... 3 دقايق ان شاء الله خير، خير ان شاء الله. ابشر ابشر. طيب بعد ما بنطلعها من السلق بنروح حاطين لها فرشه بطماطمايه اهي. بص كده يا حماده، معلش بس اوضح الناس، ادي الفرشه بطماطمايه بوريه، ونبدا نلونها كده وندخلها الفرن نقرمش زي ما حضراتكم شايفين بمنتهى البساطه. تطلع معايا على الفريك بالشكل دوت، ومتشكرين. خلاص هي دي البطايه. عايزين نحط لها بقى اي حاجه تانية على الفريك؟ انا ما عنديش مانع، انا كده شايف ان الموضوع زي الفل. يلا عشان ما نزودش وقت، ادي البطايه اهي. تمام تمام. الطبق التاني المره دام ايدينا بقى ايه جت هنا، بص عامل ازاي يا باشا. اتفضل، هنجيب طبق للكبسه بقى. فاكرين الفخده دي كانت من شويه بنعمل فيها ايه؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا فندم. ها انت فين؟ انا عند سارة ولا منير؟ جات لك الحظ يا منير. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. الله، اتفضل. هو ده اللي كنا بنتكلم عليه مع حضراتكم، حبة كبسة حلوين باللحمة الضاني. الليمون الناشف، كل الحاجات الحلوة دي كلها، ما نقعدش نأفور، ونحط عليها حبة زبيب. أهو. كده. ماشي الكلام. ولو حبينا حبة لوز موجودين عندنا، حبينا. ماشي الكلام، بسيط جدا. بص هتلاقيها عاملة ازاي؟ ماشي الكلام. دي ما نجودش أكتر من كده، وتعالى يا منير معايا على المائدة. اتفضل. كده فاضل لك إيه عندي يا باشا؟ طبق السوبيا، 3 دقايق لسه ما خلصوش. صح؟ صح. لا ما خلصوش. مين اللي قاعد في الام سي ار، شهاب ولا جزوي؟ اقل من دقيقه يا ام سي ار يا صديق، يا اصحابي، يا اصحابي. ادي الخلاط، بسم الله الرحمن الرحيم. ونروح كل واحده واحده. خلاط في البيت عادي جدا، نفتح الخلاط. ماشي الكلام. الاول هنجيب حبه لبن. بسم الله. ماشي الكلام. وبعد كده هنجيب حبه سكر، ونطلع على الخلاط الاول وحدهم. نضرب الاول اللبن بالسكر مع نفسه كده الاول كده اهو. اللبن والسكر لازم يتضربوا الاول مع بعضيهم، بعد كده ننزل عندنا السوبيا البودر، بنجيبها من عند العطار. السوبيا البودر من عند العطار، وندقلها شويه.
حلو كلام نضربها مع بعض. دي الكريمة اللباني. أنا خلاص خلصت. حبة عسل نحل. أنا غلطان إني حطيت سكر. معلش شيل السكر خالص وخلينا عسل نحل. حبة الصوبيا دي بتتلج كده واللبن بيتكتك فيهم والكريمة تتقلها وتمسكها هتشوف القوام بص عامل إزاي؟ شوف 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 شوف. اتفضل يا سيدي. أهو. أهو اتفضل بسم الله بسم الله. أهو بص التلج عامل إزاي؟ شوف 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 الفوم ده ده الكريمة اللباني. أهو. طبعا انت حبيبي يا عم عصام يا فرغلي بس معلش لحد هنا ونوقف. الكريمه اللباني بتعلم. حط كريمه لباني تبقى زي واحسن مني. انت احسن مني كده كده وحبيبي وزي الفل وتمام التمام. بس بص الكريمه اللباني بعسل النحل الله اكبر. انا خلاص يا جماعه خلصت وصايم ومش قادر اتكلم. انتوا لسه موقفيني على الهوا. انا لازم اروح اختم يا جماعه بعد اذنكم. بعد ده كله مفيش كلام. سلام.